أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة يولي اهتماما كبيرا ودعما متواصلا لفئة ذوي العزيمة والهمم، ويوجه دائما لخدمة هذه الفئة عبر مختلف المؤسسات والجهات، مشيدا بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لهذه الفئة العزيزة. جاء ذلك خلال حفل تدشين كتاب مجموعة التشريعات والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة بحضور أعضاء مجلس الشورى ورؤساء وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة. أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بفئة ذوي العزيمة والهمم في مملكة البحرين، مؤكدا الاستمرار والمواصلة للبناء على ما تقدمه البحرين لهذه الفئة العزيزة على الجميع، وذلك عبر سن التشريعات وتحديث القوانين النافذة لما يحقق تطلعات وطموحات هذه الفئة. المخرجات مؤتمر نعمل مع من أجل تطلعات تشريعية، كان في تحدي رصدناه اللي هي مسألة المجموعة التشريعية، أن شوي عندهم عشوائية أو عدم اطلاع، أن ما قادرين تكون تحت منظومة واحدة. ومن هنا نشأت عندنا مسألة أن إحنا نسوي المجموعة التشريعية الخاصة في ذوي الإعاقة، تتضمن بدءا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة اللي صادقت عليها البحرين، تتضمن التشريعات القوانين وتعديلاتها المتلاحقة إذا تم فيها أي تعديل، أيضا تتضمن القرارات الوزارية الصادرة المنظمة والمنفذة للقانون، فأردنا أن تكون تحت يدهم يستطيعون الاطلاع عليها. حاليا أيضا نعمل على إن شاء الله تدشينها كنسخة إلكترونية، أيضا طلب منا اليوم أنه يكون بعد مرئية وتكون بطريقة برايل بالتعاون مع جمعية المكفوفين. طبعا أنا نشكر معالي الرئيس على إتاحة الفرصة لنا باللقاء به وإهداء لنا اللي هو القانون، مجموعة التشريعات والقانون في كتاب موحد. هذه الكتاب إن شاء الله راح يغنينا عن الاستفسارات كثيرة اللي كنا صراحة كنا تايهين فيها في الأيام اللي راحت. نشكر أم تركي ونشكر اللجنة اللي معاها والأعضاء مجلس الشورى على يعني مساهمتهم هذه والهداء اللي هدونا إياه هذه اليوم، ونمثله في يوم المعاق العالمي اللي صادف إن شاء الله 3 ديسمبر.